مشاهدينا ولقائنا الآن مع دكتور محمد عبد الجليل نائب المدير التنفيذي بمؤسسة صناع الخير ومدير المشروعات وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. طبعا احنا يعني عايزين نتكلم تحديدا عن المشروعات وخاصة المشروعات الصغيرة الخاصة بأصحاب الحرف زي ما احنا شفنا النهاردة. كيفية إدارة هذه المشروعات بالمؤسسة يا فندم؟ احنا بنركز في المؤسسة على التمكين الاقتصادي بالنسبة للحالات اللي هي مستحقة، يعني زي مثلا المشروع دلوقتي مراكب الرزق في المراكب. احنا كمؤسسة، مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، بننزل مثلا الفئنة هنا هنوزع النهاردة 100 مركب للصيادين، لصغار الصيادين في حوالي 12 قرية، يعني على الفريق 100 مركب في 12 120 120 مركب في حوالي 12 قرية تمام. والكرة اللي توزع فيها كلها كرة حياة كريمة. احنا عندنا الفريق بينزل يشوف الاستحقاق بتاع كل الكرة اللي بننزل فيها كلها على النيل. بنشوف الكرة اللي هي فيها مهنة الصيد منتشرة، بنبدأ نبحث الصيادين اللي هم صغار الصيادين اللي هو عنده رخصة صيد بس لا يمتلك مركب ومش قادر يعمل مركب. فبنبدأ نصنع مركب ونوزعه عليه زي دلوقتي كده. طيب تمام. بالنسبة بقى يا فندم لباقي المشروعات، يعني دكتور احنا عندنا مثلا هنا في ناس كتير اصحاب حرف تانية، اذا حد عايز مثلا يتواصل هو بيبقى بيعرف مثلا الحرفة الفلانية او اتربى عليها او اتعلمها بس مثلا ما عندوش الاليات، ما حد مثلا ما عندوش مكان، ما عندوش كذا، بيتواصل بقى ازاي؟ بيعمل ايه؟ في ناس كتير قوي بتبقى شايفين تقول لك انا عندي حرفة بس ما عنديش مكان. احنا عندنا هنا فرع المؤسسة فينا فريق المشروعات بتواصل مع الناس، والناس بقى اللي هي بتحتاج بتتواصل له. يعني احنا مثلا بنوزع، عايزين حد نروح له كده على طول هنا فينا، الناس يعني تروح له على طول. الأستاذ عمر رسلان والأستاذ سمير والأستاذ محمود جلال، دول كلهم مكانهم في الفريق متوفر. مؤسسة صناع الخير. يعني في احنا كمشروعات مثلا في حاجات كتير قوي بنعملها وبنوزعها، زي مثلا رؤوس مواشي، رؤوس اغنام، ماكينات خياطه للسيدات اللي هي بتحترف الخياطه بس ما عندهاش القدره على انها تشتري. صح. نفس الحكايه في رؤوس المواشي ورؤوس الاغنام. في كمان حالات بتحتاج محلات بقاله او توفر لهم ده؟ بنوفره. يعني احنا عاملين اكتر من محل بقاله ومالينه بضاعه. يعني الحقيقه ده دور انساني ورائع ومش جديد علينا كمصريين. إن شاء طبعا الله. احنا إن شاء طبعا بنتمنى التوفيق للمؤسسه ولكل مؤسسات التحالف الحقيقه اللي بتتكاتف دايما لارضاء اهالينا في كل مكان في مصر، وبنسعد ان احنا معاكم في كل مكان في مصر يا دكتور. جدا الله شكرا يكرمك. شكرا.